منورني ومشرفني في قناتي الفنان الكبير القدير الاستاذ احمد ماهر. ازاي حضرتك؟ يطول عمرك. سنة وانت طيب. طيب الف صحة يا رب. رمضان بتعمل ايه قبل الفطار؟ بتعمل ايه بعد الفطار؟ لا يعني هو ايه، انا ابن حي شعبي، انا ابن بولا ابو العيله، فانا ارث عن ابويا وامي رحمه الله عليهم الشكل اللي اتربيت عليه، الاستعداد قبل الفطار وقرايه القران، اطلاق البخور، العيله كلها او البيت كله يلتف حوالين السفره، حالة يعني فيها التواد والتراحم، ومسألة ان الكل يجتمع على انه يضع اللقمة في بقه ويشق صيامه. معنى احساسك وانت بتسمعي اذان المغرب وان ربنا اذن بان احنا نفك صيامنا والعروق تبتل ونستشعر ان احنا قتلنا الجوع، وان الظمأ راح وذهب، معنى جميل، والناس بتناول بعضها الاكل. حضرتك بتفطر على ايه؟ اول حاجه بتاكلها او بتشربها؟ اول حاجه لازم العصاير. انا بحب الدوم، واحيانا بجنح للخروب والتمرين دي. وكثيرا ما الجا للعرقسوس. بعد كده الخشب، اريح شويه وابتدي بقى اكل. الإشكالية أنا ما بأكلش من أكلهم، أنا لي أكل خاص، لأن ده أكل توصيه الدكتور، لأن الفترة اللي فاتت أنا وصلت إلى مرحلة مخيفة من التخن. فاحنا أنا مش بحب الأكل، أنا يعني معروف في الوسط إن أنا أكل. فإحنا بنربي أحمد ماهر بقى، وفرصة في رمضان فبنخسس وفي دايت ونزلنا 15 كيلو فشيء جميل، فيا ربنا يقوينا. يعني ايه اكتر الاكلات اللي حضرتك بتحبها؟ انا بحب الملوخيه، بحب الباميه، بحب السبانخ، احب الكوسه، احب البسله الخضراء، الحلويات نو خالص، كنافه بالمانجا ولا الهوى؟ لا لا لا، كان زمان كان. طيب مفيش الكلام ده، احب اتفرج عليهم وهم بياكلوها. طبعا طبعا طبعا. ميرسي لحضرتك جدا، وكل سنه وحضرتك طيب، يعود عليك الايام بخير يا رب، يخليك كل سنه وانتم طيبين. ميرسي لحضرتك، ميرسي عادي.